كسل العين قد لا يعرف عنه الكثيرون شيئا، وهو ضعف في النظر وعدم القدرة على الإبصار بها بشكل جيد، وتسمى بالعين الكسولة. تظهر هذه الحالة عند الأطفال في سن مبكرة، وإهمال علاجه قد يؤدي لفقدان العين المصابة للبصر. فهل لهذا المرض أعراض ظاهرة؟ طبعا مشكلة المرض هذا أنه كثير من الأحيان يكون ما له أعراض، فبالتالي الأهالي ما يجيبوا أطفالهم للفحص. كسل العين تقدر بنسبة 1 إلى 2% من الناس، فتعتبر نسبة عالية. تخيل كل 100 أشخاص في 1 أو 2 مصابين بكسل العين. أهمية التوعية بكسل العين، إحنا ليش بنسوي حملات توعية بكسل العين؟ لأنه ممكن علاجه فقط أثناء الطفولة، لأنه زي ما إحنا عارفين تطور قدرة الإبصار يصير خلال أول 6 سنوات 7 سنوات من العمر. 3 أسباب رئيسية تؤدي للإصابة بهذا المرض، وهي حالات حول العين، عيوب الانكسار الضوئي، عتامة نسيج العين. وهنا تظهر أهمية الكشف المبكر لمواجهة خطر هذا المرض. ثقافة المجتمع تجاه حالة كسل العين قد تبدو ضعيفة، والجانب التوعوي هو فرس الرهان. لذا لابد من استهداف أهالي الأطفال من الناحية التثقيفية، ومن ثم فحص الأبناء عن طريق أطباء متخصصين في حال اكتشاف هذا المرض. بصفة عامة نحن لازم الأمراض نوعي عنها ونفحصها فحص مبكر. كثير من أمراض الجسم عامة أو العيون خاصة بيكون ما لها أعراض محددة، زي العيون عند الأطفال أو عند الكبار بيكون ما في أعراض معينة تستوجب الذهاب للطبيب أو أعراض بسيطة، فالأهالي بيتجاهلوها ما بيودوهم عند الطبيب، عشان في أمراض إنها نحتاج إننا نعرفها مبكرا ونعالجها. لو ما عالجناها فترة مبكرة ممكن تؤدي إلى إعاقة دائمة في البصر. بعد كل هذه المؤشرات، هل ستتحرك الجهات المعنية سواء في وزارة الصحة أو وزارة التعليم من أجل رفع معايير الفحوصات الطبية المبكرة للأطفال وتطبيقها بالشكل الصحيح؟ محمد عابد، الإخبارية، جدة.